كمشروعات كبيرة الدولة عملتها عشان ناخد بالنا من الكلام ده ونعيه كويس. لأن هو باسكت بروتين. أيوه. يعني إيه باسكت؟ سلة بروتين. سلة البروتين دي ما بين بروتين أبيض اللي هو الدواجن، وأقول خبر جميل أن مصر الآن لديها اكتفاء ذاتي بنسبة 100% في الدواجن. تمام. مصر الآن لديها اكتفاء ذاتي في البيض وبروتين، بننتج 14 مليار بيضة في السنة. لدينا 1.4 مليار طائر. نعم. اللحم بتاع الدواجن ده، ايوه، ده ليه فاليو عالية، قيمة عالية وسعره اقتصادي وصحي للمواطن. سبقها أن سيادة الرئيس مصر حصل فيها 4 مشروعات عملاقة. أيوة. مصر الأولى دلوقتي على أفريقيا على المستوى العالمي في المزارع السمكية. مصر الثالث على العالم في إنتاج أسماك البلطي. وسمك البلطي ده اللي هو السمك الشعبي. أيوة. حضرتك لو لما نرجع لزمان كنا حضرتك، أنا أتذكر لما كنت أروح السوق كان معظم السمك اللي في السوق اسماك سردين مجمد. صح؟ ايوه. النهارده كل الناس واهالينا المواطنين ينزلوا، انزل اي شادر، انزل اي سوق، انزل اي سماك، هتلاقي مختلف انواع السمك الطازج وليس المجمد. ايوه. المصري. ايوه. بكل انواعه. الكلام ده ما جاش من فراغ. الكلام ده كان عندنا مشروع اللي هو مشروع غليون. ايوه. محافظة كفر الشيخ. نعم. اتعمل أكبر مجمع للمزارع السمكية المتكاملة على مساحة حضرتك تقترب من 4000 فدان. ثم بعد كده مجمع الفيروز ومجمع شرق التفريعة. وكان الكلام ده هو شغال سيادة الرئيس كان موجه بتطهير البحيرات. صحيح. لو نتذكر البحيرات اللي كانت مليانة مخلفات وحشائش. نعم. وكنا نرمي فيها الزريعة والزريعة تموت ومفيش أكسجين في البحيرات دي. صحيح. النهاردة البواغيز والبحيرات دي كلها اتطهرت تماما وأصبحت بيئة جيدة للصيد، وده غنى أهالينا الصيادين. لأن كان الأول عشان يصطاد ويطلع سمك ما كانش بيلاقي، لأن البيئة ما كانتش مناسبة. فوجود تطهير للبحيرات وإيدكو ورشيد ترجع تاني، والبحيرات اللي احنا المنزلة. نعم. البحيرات دي ترجع ويتضخ فيها انعاش مرة اخرى. نعم. لتربية ثروة سمكية بالتوازي مع تجديد المراكب بالتعاون مع هيئة قناة السويس حضرتك ووزارة الانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. مشروع كبير دي جدا بيتعمل لأهالين الصيادين دلوقتي. نعم. ان بيعملوا لهم مراكب والمراكب دي مهيئة عشان نرفع برضو من الملاءه الماليه بتاعته والحاله الاقتصاديه، وكل ده بيعود على خير. النهارده احنا وصلنا في اكتفاء ذاتي في الاسماك. نعم. بعد هذه المشروع الى ما يقترب من 85%.